السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، الاحوال ديالكم طيبه، عواشركم مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم ان شاء الله غادي نجيب لكم الشناك اللي رائع، بواحد الحشوه اللي بنينه بزاف، والطريقه ديال التحضير ديالو يعني سريعه التحضير، وحتى المقادير متوفره في كل بيت يعني اقتصاديه، اكيد غادي يعجبكم وغينال رضا ديالكم. الكريمه ديالو راه ماشي ديال هكذا الكريم باتيسير، حنا مستنسين نديرو كريم باتيسير او هذا المربى، هنايا كندير واحد الكريمه ديال الكوك اللي كتجي روعه وكتجي لذيذه بزاف. ان شاء الله غير جربوه غادي يعجبكم وينال رضا ديالكم، وبقاو معايا ان شاء الله مروا المقادير طريقه التحضير وفرجه ممتعه. كنحتاجو بالنسبه للمقادير كنحتاج هنايا 500 غرام ديال الدقيق، عفوا عندي هنا 60 ملي من الزيت نباتيه، 80 غرام من السكر، حبه بيض واحده، عندي ملعقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه حبيبات، عندي هنا 250 ملي من الحليب يكون دافي، وعندي معلقه صغيره ديال الفانيليا وقريصه ديال الملحه. هنا في العجانه كما كتشوفوا كنضيف الخميره الكيماويه وكنضيف قريصه الملحه خميره الفوريه عفوا، وكنضيف الزيت السكر، يعني كنضيف مكونات كامله والبيض. من بعد غنبقى نضيف هذا الحليب بالتدريج، الحليب يكون دافي، وغادي نعجن هذا العجين جيدا. دائما العجين ديال البريوش او هذا يعني كتبغي تجي عجينه اللي كتكون مرخوفه، ما كتبغيش تجي العجينه تكون هكذا قاصحه باش ينجح معكم البريوش او هاد الشنيك كيجي الصراحه خفيف. صافي انا غادي نبقى هكذا نعجن هاد العجين حتى غادي نحصل على واحد العجين اللي كتكون لينه. هنا كما كتبان لكم العجين، العجين يعني مرخوف فما كتكونش هكذا قاصحه، غادي نضيفها في واحد البول ونخليها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. هنايا بالنسبه للحشوه اللي صراحه كتجي رائعه بزاف، عندي 90 غرام ديال الزبده تكون مرخوفه، عندي 3 معلقات كبار ديال الكوك، وعندي هنايا 4 معلقات ديال السكر. كنضيف الزبده، دائما الزبده خاصها تكون بحراره الغرفه. صافي غادي ندمجها هكذا مع السكر. صراحه هذه الكريمه راه كتجي ولا اروع، غير جربوها وكتعطي واحد التعليكه والقرمشه، كتسيح هكذا على هاد الشنيك من الداخل وكتسيح عليه حتى من برا، وكتعطيه واحد القرمشه وواحد اللذه بنينه بزاف. من بعد غادي نضيف هذا الكوك، وندمج هاد العناصر مزيان. ضروري الزبده، ما عارفين بالله الحل بارد، ضروري خاصكم تخرجوها بكري باش يلاه ترخف معاكم. صافي غادي ندمج هاد العناصر مزيان. صافي كنحصل عليه على هذا الشكل، هذا غير ملي كنبقى هكا كنخدم فيها داك الزبده كتسخن وكتطلق. صافي هنايا كما كتشوفوا العجين ملي خمرات يعني كيضاعف الحجم ديالها. كنرش هنايا طاوله العمل كما كتشوفوا بالدقيق، وكنضيف هذا العجين ونبسطها، كنبسطها غادي نبسطها على شكل مستطيل. كما كتشوفوا بسطتها على هذا الشكل هذا، كنقاده هكذا من الجوانب، وهنايا غادي ندهنها بهذه الكريمه اللي صراحه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها. حنا مستانسين دائما كندهنوا البريوش بالكريم باتيسير او بالمربى، صراحه هذه الكريمه ولا اروع،
كتجي لذيذه بزاف بزاف وكتعطي ملي كطيب في الفران كتسيح هذيك الكريمه فوق هذا الشناك وكتعطي واحد القرمشه وكيجي لذيذ بزاف. صافي كندهنها مزيان من الجوانب ومن الوسط. من بعد هنايا كنرشها باللوز اللي كيكون محمص بالجلده ديالو ومهرمش. صافي وهنا غير المقطع ما عرفتش كيفاش تتحذف ليا، كان هكا كندير العجين يعني كنتنيها على بعضياتها على هذا الشكل هذا، يعني كنجيب هذاك الطرف وكنديرو على الطرف الثاني ومن بعد كنقطع على هذا الشكل وكنرجع كنقطعها على هذه الطريقه هذه، يعني كما كتشوفوا الصوره راها واضحه في الفيديو. كتجي هكذا اشرطه صافي. هنايا كان كما كتشوفوا كنجيب العجين وكنلفوا بهذا الشكل هذا. في هذه المرحله هذه كما كتشوفوا كنقرص العجين على بعضياتها باش ما كتفتحش معايا وكنحاول هكذا كنقرص هاد الشنيك هذا على هذا الشكل. الطريقه كما كتشوفوا راها سهله ومبسطه نفس الطريقه. كما كتشوفوا كنقرصها مزيان باش ما كتفتحش ملي كتكون كطيب في الفران وكنبسطها. صافي غادي نصففها في هاد واحد الصينيه. صافي انا غادي نبقى مستمره حتى غنكمل هاد الكميه اللي عندي. من بعد كنخليها تقريبا غير 5 دقائق ترتاح ماشي بزاف. كندهنها غير بالحليب على هاد الشكل هذا ومن بعد غادي نضيف عليها من الفوق الرشه برقائق ديال اللوز وندخلها الفران درجة الحرارة اللي كتكون 150. صافي كتخليوها حتى كتحمر لكم من الفوق ومن التحت وكتقبض لكم واحد اللون ذهبي. صافي هنايا مباشره غير كنجبدها كتكون باقيه سخونه كن هكذا كندهنها بالناباج، اما كدهنوها بالناباج او كدهنوها كتخفوا هكذا الكونفيتير ديال المربى كتخفوه بالقليل من الماء كتخليوه هكذا فوق النار كيغلى غير شويه وكتصفيوه وكدهنوا به حتى هو كيعطيكم ديك التلميعه من الفوق. هنايا فتحت لكم واحد الوحيده كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي كيفاش كتشوفوا مفشفشه من الداخل ديالها مهويه، يعني ما كتجيش فيها ديك البابه هكذا مدقصه وكتجي هكذا مفرقه فيها الفيلتاج بحال اللي درناها بالعجينه المورقه. كتجي لذيذه لذيذه بزاف. هذيك الكريمه كتسيح على كما ذكرت لكم في الاول من الفوق وكتعطيها واحد القرمشه وواحد البنه لا تقاوم. كنتمنى ان شاء الله غير جربوا اكيد غادي يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الطريقه كما كتشوفوا مبسطه سهله مهله بزاف وحتى المقادير يعني اقتصاديين غيكونوا متوفرين في كل بيت. كنتمنى ان شاء الله ينال الرضا ديالكم ويعجبكم وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. وبسلامه عليكم، خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.